تعشوا تعشوا. طيب طيب تضربني يا تضربني في راسي. شكرا لك والله رياضة. شكرا في اعداد كلكم. اي لاف يو. يقول يمني يقول الثاني تركب حمار رياضة، تنزل رياضة، تمشي في القبل رياضة. يقول تركب الطوارئ الثندوة ناجحة. لا لا تدري كان واحد هم كانوا في استديو تحليل، هم في استديو هناك حق مجلس التحليل حق تحليل ايه هم يمثلون عليهم. المهم قالوا واحد لا انتوا ليه ما عندكم كوره في اليمن ما ادري ايش يعني رياضتكم شويه صحيح ايه. قال يا اخي ما يحتاج كوره، تركب حمار رياضه، تنزل رياضه، تركب القبل رياضه، تمشي السياره رياضه. والله عبد الحميد مشكله عليها تدبر بكره. مره ركبت على حمار عينت حمار عند البيت الله يكرمكم والسامع، واني اجي اركب عليه كذا بسوي كنخه عرفت قلبي الى عند برشوم. تعرفون البرشوم اللي كله شوك؟ البرشوم ايش؟ البرشوم برشومي ياكل برشومي عرفته؟ امحن ايش محرى؟ شوي انا قال كذا ايه صلح كذا صلح كذا ايه صلح كذا شوي ذني في البرشوم ذين يدي البرشوم كله شوك. هذا اللي تغشون به؟ لا البرشومي تعرف اللي ياكلونه فاكهه التين الشوكي عرفته؟ هنيئة اللي تقطع عطوه برم برم عفوي عفوي يا رجال برم برم عطوه برشومي تغشوه انه حمار بيطرحك على غش يا اخي البرشوم اللي يجي فيه شوك عرفته؟ لا 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 البرشوم زين زين كان فيه حمار ايه سامح انك تقول عند الحمار يعني ها؟ سامح انك تقول لي عند الحمار خلاص هي وصلت تكفى يا اخي افرف لا واعلم ان الحمار انه طيحني في البرشوم البرشوم والله ما اقول البرشوم اللي تخشون فيه انا دائما مو كذا بس ما اعرف البرشوم براشيم تعرف براشيم يا رجال البرشوم علمني بعد انا بس تغير حمار يطلع كذا براشيم يقول برشوم احنا ما فهمته لا يجي لكوعي لكوعي الحين اصبر دقيقه احنا دخلنا في سالفه الحين هي دقيقة الرجال ضربني بالسهم في راسي ترى عادي ضربنا كلنا ابغى الحق ضربني انا طاح راسي وجع ضربك هو من الله الواشي اضرب لا ما هي زي قبل شوي ضربه قوية اكتب ضربه قوية عليك تضينا ما ادري انت تقتضي الله يسلمك ما ادري زينان عايشة شخصنا كيف يا جمهور عادي بمزح معك تمزح معي تخبطني تفضل الجمهور الحين يقول احس لا والله انا مفيد راسي لا توجعني تدري تدري عندي مشكله هنا ولا لا تدري هنا عندي مشكله صدق عشان دورت لما يزي مني ما بعد حصل رز ضبطها ضبط والله ضربتني ضربه قويه ترى قويه مع اني اليوم متغدي والله متغدي من غدا الربع بعد ما وجعتني اقول ايش قومني حط الصحن احد جاني خلاص ما حد مسمع يا ورا نواف على جوي نواف هو الناحي صلحها تفضل لا ما تضرب هذا ما دقله في الوجه تضرب اي واحد مش هم قربت الشارع هذا ثلاث مرات اجي ريال تغليه كله ما شفت كله ضربت علي كم ضربتك مره ثلاث مرات هذا بنفس القوه اللي ضربني انا مره مره مرتين وانت ضربك الحراس والله نذبني والله نذبني منه يا حبيبي اجي راسك مثل روسه عشان يضرب نفس القوه عندي مشكله هنا ترى انا لو اني ضربتك قوه ما ادري مثل يا حلو اللي ياكل حلوه شوف كيف شعره جاي كذا يبط صامي ايه هو ما جاب طوالة ما عير طوالة ولا عير الأهم شوف كيف شعره راكا عشان راكا ما بينه وطوالة ها يا مال القوم شوف كيف شعره جاي كذا بس أقول أقطع تبى تضرب مني يضرب يبط صاميم يا بط صاميم تضربني هنا تضربني هنا تحت البت بلا ايه بلا بيخفيك شوف ودي اقعد اسمع انا اقول لا انا الحين ترى اليوم اسمع بندر اسمع ترى اليوم الناس تغيرت من اول الواحد يسرح الصباح يقول والله بسرح ادور الرزق وادور الخيرات واليوم خلاص قلت اسرح ان شاء الله ادور لك كم تصميم تصميمين سلطان يا رب يا رب تصميم ما احسن اللي يدور علي واللي يدور طواله اسمع خلاص معنا شرحنا نتشرح اللي مع علي واللي يصور طواله ترجع على الله شو شو منيتي ناس راح ندور كمان تصميم ابن قصويح ها ابن قصويح هي سلطان ايه بقى انت اشرح الدور العالم والدور ولا اشرح المطبخ اريح حالي ولد يا حلو ودي اشوف التصميم كذا وانت مبتسم على ما ايه هو كذا وين تمشي وقف لا 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 ل
ننزع عليك. شوف الحنية في سلطان كيف؟ شوف ما هو مثل تطبقني في راسي؟ ما أنا بأهل ليش تصميم لا تصميم خايس تصميم عجائب يا تحملني تحملني يقول تصميم عجائب ايه عاد تصميمك ايه حتى والله ما تكبر نفس العشاء تصميمك ايه يسمونك يسمونك بالجالكسي تصميم كذا ابو كلب صرفونك بس كذا اسطوري تطلع كذا كنا في العرس تطلع ذا ثاني واحد احبك قلوب خايسه قديمه شنو وجهك والله على التصميم يا إيه سلطان ايه حطوا سلطان يحطون حرف اس كذا كبير شو حق الحملات القديمه حق الفيديوهات القديمه تطلع كذا تم قلب يطلع من الصور حط حرف اس حقت العياد العياد كله عام اهديت لك طاقه وين وجه سلطان يوه خلينا كذا وجهك ايه ونصم لا 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 والله ما يجيك احد والله ما يجيك احد نفسك يجون يدعونك بالشفاء التاق يقول ابعد منه التاق كنا فوق لسلطان التاق حقه سالي على قص الصور ما انت بدي زياجة ولا انت برزق اعطاني الجلد كنا ابغى السلام كنا ابغى السلام والله ما اقول اقول انت اعطني الدياجة اما تعطيني جلد لا لا اكل 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 اعطيني جلد سلطان تحتاج حقها بالسالب كنا نقول بالسالب تحت لا لا سلطان يا يكل صح بسم الله بسم الله عليه حبت البركه سمع عليه سمع عليه هذا حبه لكن ما في بركه حرام عليك هلا كانوا يلقبون المزيون مزيون صحيح شوف شو قصيت من احد حمد ترى فيني زين في الاخبار شوف شايف من احد حمد يقول حب البر والمزيون ترى يقصدني تفهم ولا ما تفهم تبي ولا سخن حب يا جزه زين فيك صبان قلبك عسل اسلوبك عسل اخلاقك عسل هذا تسوى الدنيا وما تكفى حط هذا الشطف حط الوجه ما حط الوجه ليه سوي ميكس كله عسل عسل يا حلاك زايد لان انسان واقعي وانت تدخل الروح على طول قول وجهي والله عندنا زاد حلال الله يديم القبول هذا اللي فيك والله يديم الاخلاق هذه والله يديم محبه اخويانا على بعض اي بس واحد زاد حلال بس بعضهم وجهه حلو بس اخلاقه ما هي حلوه زين في علمانيا لا 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 بالله هذا مزح لا لا ها قلبه طيب قلبه طيب حبوه يعني انت اي واضح اي هادي مزح مزح زين اسمع يعني تضارب تضارب اما ابو مسفر هذا الشيف اللي عندنا لا يعني تعب شيف شيف انا شيف شيف سلطان لا شيف 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 طباخ طباخ هادي حتى لو يقول شيفه ياخذ راحته حتى بس لا ايه هذا حنا لو مثل من جوا سميته بالاسم هذا شيفه بيبغى يحطه فيك الاسم هي سميته بالشيفه احنا المطبخ يوم لينا دامها بحرف الياء دامها عندك قاعد مقبوله دامها بحرف الياء مطبوله ها مثل مثل ما في حد ثاني ودامها عندك قاعد مقبوله مقبول يا علي ما جاء منك مقبول كل كلام تقوله حلو صببوا له الربع ركب موجود سلطان لو يمدح في غازل ما والله من رومانسية والله لا تكلم من رومانسية انت مقبول أنت مزيون ما في ما في رومانسية والله مقبول مقبول شوف رومانسية تو رومانسية غادي كذا حركة أخ العيال أنا ولد ولد حق باس ما أستطيع عليه أخوت يا أختي أنا ولد باس أخوت يا أختي واحد إذا دلع واحد أحس يجي يجي حوار أنت إذا دلعت يجي ضيقة ما ينحرج ما تحطني حط لك تغير عيب طعم ما قلت لا والله لا 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 أدن 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 اللهم لك الحمد أقول أنا عاد يدك يا أبو مصفر ما هي الكسر ما هي الكسر أشوف الصبر والله يديمك معنا لا 90 يوم الله يديم النعمة هذه عشان الخوة ولا عشان الطبخة عشان الطبخة أجمعهم كله لا لا أبغى واحدة واحدة الخوة هي الخوة ما دخلت في كل سكات الزمان بس ولا سلطان دخلت انا ما دخلت وليتني ما دخلت ما دخلت ولا دخلت دخلت انا ما خشى قام يلقم علي سلطان تخيل وين فيت المدجاج ما تقول لي انت لا قول لكم هراه هدايه لا لا قول بنشب لكم تلقى راقد مسجد يتعبد خليه يلمس هو لا منه برد ما عنده هنداك الله
هذا جاء تنبك راحة الرجل شبه خلاص عادي خلاص خلاص ترى المقطع ذا بيصممونه منه ومنه ومنه أنا يكفي خلاص طيب بقي منك عشان بس لك الحمل علي علي حبك التصميم السيء تصميمك كله والله ما أدوقه كله حلو ولا قرب تصميم ما قدرت ارد بخاطره علي شمرانك شيء منه نواف حسيت والله ما عندي لا التصميم كله حلو التصميم كله حلو ولا تصميم بيكون سيء ارزاق ابي جماهير ارزاق حسود حسود ما ابي حسود من عند موزي حول حرج جوجة حسود من الموز قال اصلح بس ترى سلطان سلطان غزك سلطان كمك بكم يكون احلى شفتوه صغير سلطان حلو اصلا صغير وكبير شفت شفت كلام الصح مو كلام صغير اول مره احد يقول له حلو سلطان احب البر مزيون انا قال علومك انا عندي شوف حتى لو بطقطق لو بطقطق اخاف اطقطق على واحد يمكن لو مزحه اخاف اكسر خاطره انا ما ابي اطقطق على ما تبي تطقطق احد قام انت ناجي بالطريقه افضل ها اخوي هاكم تمون عليه ايوه يا اخوي انا دا هذا كذا رسميه مثل مثل النواف ذا شوف طقمه خايس طقمه خايس منو يعني انا نفس طقمه ها ها وي 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 طقمكم اثنين خايسين ما داكم اثنين يلا شيء واحده ولا اثنتين كان زيت زيتون كانك زيت اليوم جاء اليوم وانا اسرح ما قال يا العالمي في ضحيه اح ما عندي شو وين رحت ادو دور برمبرو برمبروم هذا عينته نعم برمبروم عدو الارزاق عدو الارزاق سعرنا برمبروم ما عيناه هذا عدو ما ادو قلب ترامنا عدو البرم رجع على فوق الصنادق ندور عيشه برمبروم المشاريف انت شفت ندور التصاميم ندور ندور احد يلقمهم ما في مشكله انا اقبل حتى القلوب القديمه ذيك كنت مضبوط عادي انا حصل انا يقول قديمك قديمك لو الجديده انا احب كل شيء فيه دقه قديمه يا سلام انت مبدع بالمسرح اما انت يا الهنا احمد ربك في احد يقول قديم ولا جديد انت ذا البليه انت ذا الزهاب هذه طحن خواطر حاول معك انت الضحكه تخوض طحن خواطر مصبر جام انت اذا عدمت الخواطر يا شين وجه هذا كليب قهرني انت تفكر مين من قريب يا شين وجه وما ايه وما زادك هذا كل عزمه واصراره كل ما قال شين وجهي كل ما قال شين وجهي حضر عركه تركهم عنده الطواله خطهم عند علي انت ما حد عندي انا رجال يا طويل انت انا جيت عندك انت دورك كيف انا اجي عند بعض اخوي داهيه انت الخير كله الشيبان خرب الشيبان خرب الله يحسن خاتمه ما حد عندنا شاي ما حد عندنا شاي ما عندنا شاي بس كل ما احد عندنا شاي ما في حد ما في احد شاي عمره 52 لا ما انا تحديتهم كلهم يظهرون بطاقات لا ما البطايق لا ما البطايق لا ثاني اصغر واحد راحت عيال لازم نجيب مويه قبل ما نجيب دكتور ادور والله لازم هذا هو التصميم هذا دورة التصميم منو سلطان حظك اليوم بسم الله عليك نحري ما ندخل طيب سلم حق عشان اقول خبيا يا حلو حق سلطان ابتسامتك حلوه سلطان انا خاصيه عندي ابتسامه لو قلت كسر اسوي عم شراي مو في شيء زين ان شاء الله ابو دريعه ان شاء الله اول تخرج من هنا شكليا تسوي اعلان عن المستشفى ركب الكول ركب الكول ركب الكول والله يا تدري مستشفى التجميل الاسنان ما خلو شيء مشروع ناجح اللي بيقدر يغير سلطه والله العظيم يضرب الشهره على طول يحطونك حد الباقي قبل وبعد والله صراحه على مر على كثر الناس اللي يحطموني ما عيد من ذيك الليل يتفكر فيني يقول يعكر يقول ياسين وجه يعطيني انحطاط داخلي عبد الله يشين وجهه يقول ياسين خذ تبيني اقول لك شيء عاد خذ ناقل على طحن خلاص اسمع تبيني اقول لك ابو دويحس ترى مسبك حبه مسبن حبه حكمه حكيم يا شيخ ها يا شحن
ولا تسمع ولا تعلم. اخله ولا تعلم. امشي امشي. فهمت وش قصده؟ نزلتك حد صح رجل مذكور. اعطيني الولد سلطان اذكر الله. اذا اخذت فرشه نص صورت ما هي حلوه. خذ فكس من النوب ركبها. نواف لا دير اسنانك. اي انا ما دوري يا هذا المستشفيات الحين اسمهم اول ما يطلع سلطان تعالوا زين اسنوني بس كذا كانك تغديه كانك الشباب اسود وابيض الله تمام يا هذا انت تبعس الطو تبعس لا تبعس تبعس لا تبعس يا رجال تبعس تخرب والله العيون عندنا اي صح فيك وين قال لا والله شيء يا ولد هذه عندنا هذا شيء هذا عندنا على كيفكم تبعس جوي تبعس تفكير مزاج تفكيركم كفو يا كم قفاص والله العظيم صادق انت تخرب كل شيء تبعس عندنا تخرب يعني هو الله يسامحك حتى كلمه عندنا نقول دائما لا تبعس جوي مبروك خصم 5000 مو كل شيء فاصل هم كنت لك 20 نقطة اي هو لكنها شيء 20000 نقطة عجيب سلطان مو وجه فقري سلطان طيب ابشر نواف يقول يا ابو حسن 20000 نقطه ايش تبغى تسوي نواف ايش قضيتك ايش قضيتك شوفتك ايش رايك يلا انت تدور انت القاه لا لا والله خليك من اول الزمن نقول لك اهدي لا والله صدق هاي الله تمام اللهم لك الحمد الحمد لله ينبغي وجهك وعظيم سلطانك كل واحد لقى توه السفر ما ما الدولاب ما لها الحمد لله الذي طعم